وبرحب بضيفك الكرام وبحيي الكابتن وليد الحقيقه، وبقول له يا ريت تيجي بقى تشتغل معانا في فندق حكايه. ربنا يخليك كابتن، ده حقك والله وحقكم والله. الله يخليك الله يخليك. رايك ايه في اللعبه دي يا كابتن عصام؟ تسلل وتميز من حكم مساعد يا كريم. تسلل. زي ما احنا بنجيب الاخطاء وبنتكلم بكل وضوح وكل صراحه، وانت بتاعك فينا ده، دي لازم نقول ده تميز من حكم مساعد. وانا حقيقه يمكن الكابتن حسن الحقيقه راح له وبدأ لقيته بيسقف له بعد كده، يعني يمكن الكابتن حسن في الملعب صعبه جدا ان هو الحقيقه يقدر يحكم عليها. احنا طبعا اللعبه صعبه جدا، ودي اللي اي جزء من الجسم زي ما قال الكابتن وليد ما عدا. طيب يعني هي انا شايفها كابتن عصام ان هم على خط واحد، انا عايزك تشرحها لي عشان افهم القصه. وعلى فكره اللي هيوضح لنا اكتر هو خط السته، يعني لو اللعبه بالظبط بعيد عن خط السته يبقى في كلام بقى، وكان صعب ان احنا نحدد. احنا هنجيب بس هنا، لا هنجيب لحظه لعب الكوره بالظبط. ما هي دلوقتي لحظه لعب الكوره. بالظبط. طيب ده لعيب وادي دجله مغطي اهو. لا لا يا كريم، بص زي ما قال الكابتن، بص الركبه في خط السته. الاول نتكلم على مين اقرب الى خط السته. ماشي، مين اقرب؟ هنشوف. بالنسبه للاقرب هنشوف ان لاعب نادي المقاولين اعتقد محمد فضل. محمد فضل هو الاقرب، وحتى الركبه هي الاقرب، لان حتى لاعب وادي دجله المدافع مش بيميل زي محمد. يا كابتن ده رجل الشمال بتاعت لعيب وادي دجله، رجل الشمال الركبه بتاعت الشمال بتاعت وادي دجله وجسمه من فوق واقف على خط الست. يا كريم خلي بالك الزاويه دي هتبقى خادعه بشكل كبير، يعني احنا لو جبنا زاويه من خلف المساعد صدقني بكلمك كتحكيم بقى وبكل امانه، لا محمد صدر هو الاقرب الى خط مرمى الخصوم من اخر تاني مدافع اللي هو لاعب وادي دجله بنتكلم عليه، حتى لاعب وادي دجله واقف بشكل مستقيم. يعني المساعد شايف ان 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 محمد فضل سابق؟ ليه المساعد لحظه لعب الكره بشكل كبير، اللي ساعده بشكل كبير هو خط الست. الخط الست. بص واضح يا كريم ان لاعب وادي دجله لو شفت المسافه ما بين رجله والخط وما بين قدم، سيبك كمان من الركبه. ماليش دعوه بقدم، انا ماليش دعوه بالقدم بتاعت لعيب وادي دجله، انا بتكلم على جسمه اللي هي جسمه، جسمه الخلفي اللي هو رجله الشمال، ركبته الشمال، وايده وكتفه وراسه، يعني على انا شايفها على الست. مش دعوه بالرجل اللي تحت يا كابتن عصام، انا بتكلم على الجسم. انا معاك لا مفيش اي جزء من جسمه سابق محمد فضل، بكلمك بكل امانه، يعني بكل امانه محمد فضل ركبته كمان هي اقرب بشكل كبير الى خط مرمى الخصوم من لاعب وادي دجله بشكل كبير. وخط الست وخط سته يوضح ده، يعني رجل ركبه محمد فضل بالظبط على خط السته. سيبك من القدم لان الرجل متنيه، فركبته على خط السته، مفيش اي جزء من مدافع اخر تاني مدافع من وادي دجله على خط السته. فهي حاله دقيقه وحاله تميز الحقيقه، زي احنا ما بننقد الحكام وزي احنا ما بنقول الاخطاء ولازم نصححها، هنا لازم نقول تميز محمد حسن في هذه الحاله، والله بكلمك بكل امان. تمام يا كابتن عصام، انا بشكرك، وقلنا لازم نجيب حضرتك عشان نعرف من حضرتك. كابتن عصام فتاح بيقول تسلل مش هدف. انا بقول تسلل برضه. كابتن علاء رايك ايه؟ انا قلت لك لا، انا بقول ممكن لو اسوء الفروض يعني على خط واحد. على خط واحد. يعني شايفها ايه؟ انا شايفها مش تسلل. شايفها مش تسلل. زي ما بيقولوا الركبه معديه، طب ما هو كتف معدي. ما الزاويه دي اللي انا شايفها كده، ركبه فضل ماشي سابقه، والفيصل هو خط 18 مش كده؟ خط 6 اوكي؟ طيب. هي انا شايف ركبه فضل ماشي، يعني ماشي عدت، لكن كتف الراجل ده طب ما هو سابق فضل من الزاويه اللي بيتكلموا عليها دي كلها. يعني الزاويه اللي بيتكلموا عليها دي كلها ماشي، انا موافق ان وليد زي ما بقول ركبه فضل معديه على الخط، طب ما كتف الراجل المدافع بتاع وادي دجله معدي فضل. فانا شايف ان هي اسوء الظروف على خط واحد، وجهه نظر يعني، ما مش وجهه نظر ثانيه يعني خالص. طيب تمام، بنشكر طبعا كابتن عصام فتاح، ويعني وجهه نظر طبعا، هو برضو يعني ايه رئيس لجنه الحكام وهو راجل حكم دولي سابق كبير، فهو يفهم عننا، لكن احنا بنشوفها بالنظر، فمش هقدر اعقب، لكن انا متفق مع كابتن علاء، شايف انها على خط واحد، ودي رؤيه كابتن عصام عبد الفتاح وحكم اللقاء النهارده. دايما في الحالات دي مش الحكم بيبقى المساعد، المساعد هو اللي يكون يعني الاوفسايدات بالذات. بس قول قول يعني قول دي حاله صعبه جدا، لكن في حالات سهله قوي قوي قوي. يعني انا شخصيا اتمنى ان الشغل يبقى الفتره اللي جايه كلها على مساعد الحكم ده اكتر من حكم الساحه. يعني خد بالك مساعد الحكم بيأثروا بشكل كبير جدا في حالات التسلل، يعني دي لو جزء من خطوة محمد فضل انا شايفها اوفسايد، لكن لو هي
جزء بس ممكن يبقى هدف ويؤثر في نتيجة مباراة. فبالتالي يعني حاجات مؤثرة قوي. طيب لكن في الآخر مفيش تعامل. هنروح لمحمد فضل في استقبال